هذا وقد وصف وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس العرض الإثيوبي بتبادل البيانات والمعلومات مع السودان ومصر بأنه مريب، لكنه استبعد احتمال نشوب حرب بسبب النزاع على السد. وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط قال عباس إنه تم الاتفاق على نحو 90% من بنود التفاوض، وتبقت 3 نقاط قانونية و4 نقاط فنية، مؤكدا إمكانية التوصل لاتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية لدى إثيوبيا. وأكد عباس بأن جميع الخيارات مفتوحة أمام السودان بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن. في المقابل قالت الخارجية الإثيوبية إنها بددت مخاوف السودان بشأن عملية تعبئة وسلامة سد النهضة، كما أشارت في بيان لها إلى أن مصر فشلت في الاعتراف بمرونة إثيوبيا وتفاهماتها للتفاوض بحسن نية حسب البيان. وشددت أديس أبابا على اهتمامها بمسألة تبادل المعلومات بشأن سلامة السد. معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور المزيد عن الموقف الإثيوبي معك في ضوء هذه التطورات. فضيلة، أثيوبيا تبدي مرونة كبيرة وقالت أنها الآن بدأت في تبديد المخاوف السودانية فيما يتعلق بسلامة السد والتعبئة المقبلة في هذا، وحتى السودان نفسه أشار إلى أن 10% هو ما ربما نقاط الخلاف الأساسية والجوهرية في عملية السد. لذلك أثيوبيا تقول أن مصر إذا كانت تبدي مرونة فإن أثيوبيا أبدت مرونة أكبر، وكذلك الأثيوبيون هنا يشكرون ربما الطريقة التي اتخذت بها ربما الاتحاد السوفيتي أو روسيا إعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي باعتباره الحل الأمثل لهذه القضية. لذلك أثيوبيا الآن ربما تكون أكثر اطمئنانا لما تمضي عليه الأحوال وإعادة الملف مرة أخرى والنقاش حول هذا الموضوع إلى الكونغو الديمقراطية وإلى الرئاسة الإفريقية، وتقول أنها ستمضي قدما في الملء الثاني لكنها ستملك السودان أو ملكته بالفعل المعلومات المتعلقة بكافة البيانات والمعلومات التي لها علاقة بشكل مباشر لتشغيل السد. وبالأمس كانت قد طلبت من كل من مصر والسودان باختيار مشغلين للسدود لتكون ليكون الأمر ربما أكثر أمانا وإيضاحا وشفافية حسب ما قالته الخارجية الأثيوبية. ولذلك أثيوبيا تقول أنها ستستمر وأنها تتفاوض مع كافة الأطراف، لكنها قبلا رفضت الوساطة الرباعية وما تزال متمسكة بالاتحاد الأفريقي، وأنها تقول أن هذا السد ربما يفيد بشكل كبير للسودان خاصة في فترة الملء وفترة ربما الأمطار وتقلل من الفيضانات، ولذلك فهي متمسكة وتقول أنها لن تضير بمصالح دول المصب مرة ثانية وثالثة. شكرا لك جابر منصور مراسلنا في أديس أبابا.